رح نتناول في هذا الفيديو جميع الفيديوهات اللي عملتهم في آخر سنة 2021. طبعا لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء. أول فيديو رح يكون عنا عن السبورة المريضة، حيث أعطيتها الماء والملح وعملت لها تبخيرة وأعطيتها جميع الأشياء اللي بتساعدها على الشفاء. الفيديو القادم، السبارة صارت عنا مريضة أكثر، صارت تقوح، فصوتها صار مبحوح، صارت تتكلم بلغات مختلفة، فعملت لها بابونج وشربتها. لعبتها المفضلة للصبارة البوبت، فرحت جبت لها على شكل سيارة وصارت تلعب فيها باستمرار. الفيديو القادم تحدثنا في مخاطر هذا النوع من البوبيت، حيث أنه تمثل العالم المثلية الجنسية، وهذا خطير جدا على أطفالنا، حيث أنهم سوف يحبون هذه الألوان وسوف يتعمقون فيها ويتحدثون عنها باستمرار، ولها مخاطر عديدة، فاحذروها والحذر الحذر منها. الفيديو القادم تحدثنا فيه عن تغيير هذا اللون وتغيير هذه اللعبة عن طريق تغيير لون من الألوان الموجودة على هاي اللعبة. أنا اخترت اللون الأصفر، اخترت أن اللونه باللون الأحمر، أو أنتو أي لون بدكم إياه، الأخضر أو الأزرق أو البنفسج أو الأورنج، بتحبوا تختاروا أي لون من فضل، وبنختار اللون من الألوان و بنقوم بعملية تلوينه، وهي نخفي من الآثار الخلق لهذا العلم. آخر فيديو كان في رأس السنة، حيث إنه كانت السبارة تعايد على جميع الناس وجميع الأمة العربية. كمان في اليوم الأخير من رأس السنة حبينا إن نعمل لكم كيكة غريبة عجيبة. الكيكة اللي أنا اخترعتها وصورتها لكم، وكان شكلها كتير لذيذ، صورتها لكم، وهذا الشكل النهائي إلها. وضعت فيها اللوز، وضعت فيها الفستق، وضعت فيها عين الجمل. الطبخة الأخيرة كانت في رأس السنة الملوخية اللي بعشقها الملايين من الفلسطينيين، وأغلب الفلسطينيين كانوا عاملينها. وهيك
كان عندنا الأجواء في رأس السنة، كانت عندنا الهدوء يعم. وهذا كان عندي جميع الفيديوهات اللي عملتهم في رأس السنة، وأرجو أنكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد، وتدعموني. إلى اللقاء في فيديوهات واكستنشنات.